الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بأهم العناوين. يجب أن تكون هناك برنامج حكومي واضح بالملف الصحي. أنا ضد القرار، وكان قرار خاطئ جدا وغير موفق بالنسبة لتخفيض العلاج في الخارج. استنفار نيابي من بوابة العلاج الخارجي. قوة إلى الكويت تعزز التواجد الأمريكي. استهداف داعش مجددا وأردوغان على الخط. تأهب سعودي عشية الاستهلال بأولى الشعائر. الآن نحن في بداية تطوير. تؤكد لدار عمل جمارك حرصها الشديد على إنجاح استراتيجيتها. حصد أولى ثمرات الاتحاد الجمركي الخليجي. الجهراء التعاونية للنيابة والتوظيف تحت المجهر. وفي النشرة قصة هندية بطريقة احترافية. بالرغم من أهمية موضوع العلاج في الخارج وما يسببه من تكلفة باهظة على المال العام، فإن الحكومة لا زالت على نهجها منذ سنوات بإرسالها العديد من المواطنين للعلاج رغم تفاقم الكلفة دون أن تقدم الحكومة سياستها بشأن ذلك. جاء هذا في مقدمة النائب نبيل الفضل في رسالته التي وجهها كأسئلة برلمانية للحكومة يستفسر فيها عن ملف العلاج بالخارج. وتساءل الفضل عن تكلفة العلاج في الخارج منذ عام 2008 وحتى العام 2014، كما وجه سؤالا عن معايير إفادة المرضى وسياسة الحكومة في الملف بشكل عام. القضية الصحية أو الملف الصحي والانتقادات متواصلة منذ سنين بسبب تدهور القطاع الذي يستوجب وقفة حكومية برأي النواب. أما رأي المواطن فبات معروفا في قضية لا يعلم أي شيء عن خواتمها. رباب بداح والتقرير التالي. حددت وزارة الصحة مؤخرا بداية شهر أكتوبر موعدا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج. وقد أرسلت الوزارة تعميما إلى المكاتب الصحية للبدء بتطبيق القرار بعد أيام على المرضى الذين يعالجون حاليا خارج البلاد. القرار الحكومي أصداؤه البرلمانية لا زالت تتردد مرفقة بطلبات للتراجع عنه. نحن نقول الواقع ونقول الحقيقة، لا أستطيع أن أسمع المشاهد بأن أقول الوضع الصحي عندنا جيد. الوضع الصحي سيء، الخدمات الصحية سيئة، المرافق سيئة، الملف الصحي ليس بسهل. أنا لا أجامل، لا أقول بأن الأماني سوف تتحقق بليلة وضحاها، ولكن يجب أن تكون هناك برنامج حكومي واضح بالملف الصحي ودقيق وخطوات. نحن نبارك أي خطوة في الانفراج في أي ملف كان، وبالأخص الملف الصحي. إن لم تكن الحكومة سوف تواجه المجلس، سوف تكون هناك المواجهة والمساءلة، فلتتحمل الحكومة تبعات أي تراجع، تبعات أي عدم إنجاز. الملف الصحي المضخم والمزري على حد قول عدد من النواب قد يكون مادة دسمة لمحاسبة الحكومة في حال تقاعست عن إيلاء القضية الصحية الاهتمام اللازم. القرار الأخير اللي صدر من الحكومة، أنا ضد القرار، وكان قرار خاطئ جدا وغير موفق بالنسبة لتخفيض العلاج في الخارج، لأن حقيقة ما كان مدروس، وأتمنى أن يعاد النظر فيه، لأن فعلا في ناس مرضى والمخصصات اللي الآن حطوها ما تكفي المواطن الكويتي في الخارج،
وخاصة مع غلاء الأسعار وغلاء الإيجارات، لذلك كان قرار خاطئ وكان قرار جدا مستعجل. لذلك أنا أتمنى أن الإخوان في الحكومة أن يعيدون النظر فيه، وكذلك أتمنى من إخواني أعضاء السلطة التشريعية أن فعلا يفتح الملف الصحي على مصراعيه لمصلحة الكويتيين ومصلحة صحة المواطن الكويتي. يذكر بأن القضية الصحية قد احتلت المركز الثاني في قائمة أولويات المواطنين في الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المنصرم. رباب بداح، الراي. أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استقبل في قصر بيان صباح اليوم ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما استقبل الأمير رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، واستقبل رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، واستقبل أيضا الأمير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن سلاح مشاة البحرية المارينز ينوي نشر قوة من 2300 عنصر في الشرق الأوسط تكون مهمتها التدخل السريع عند الاندلاع أزمات في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن وحدة التدخل هذه لن تكون مرتبطة بالعمليات الجارية حاليا في العراق، وستزود هذه القوة بطائرات عدة بحيث تكون مستعدة للتحرك سريعا في حال وقوع حدث غير متوقع بحسب المتحدث. وكان ضابط في مشاة البحرية أوضح الأسبوع الماضي أن هذه القوة ستتمركز في الكويت. وعلى هامش مشاركته بإطلاق أول تجمع تقني في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، أعرب السفير الأمريكي لدى الكويت دوغلاس سليمان عن ثقته بنجاح استراتيجية الرئيس باراك أوباما في حربه ضد داعش، محذرا من خطورة التنظيم ومؤكدا أن محاربته ستكون صعبة وتتطلب الوقت الكافي. إنه تهديد خطير كما ذكر الرئيس أوباما، ولكننا شكلنا تحالفا دوليا لبدء ما سيكون حربا طويلة ضد القاعدة وجبهة النصرة وكل الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا. وقد يركز الناس على القوة العسكرية لهذا التحالف، ولكن هناك جوانب أخرى متضمنة المساعدات الإنسانية لمواجهة أيديولوجية داعش ومحاولة ضرب التمويل المادي لهذه الجماعات ومساعدة الحكومة العراقية الجديدة لبناء قوتها والتمكن من استعادة المناطق التي سيطرت عليها داعش. نحن واثقون من النجاح، ولكن كما قال الرئيس أوباما أنه سيكون نضالا طويلا وصعب. وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستحارب تنظيم الدولة الإسلامية داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة، لكنه أوضح أن تركيا أيضا ستلتزم بهدفها وهو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ميدانيا أيضا قصفت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية مدينة مارع بريف حلب تمهيدا لاقتحامها، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 من مقاتلي داعش لقوا مصرعهم اليوم جراء قصف طائرات التحالف الدولي أحد مراكز التنظيم في حلب شمال سوريا، كما تسببت غارات التحالف على مدى الأيام الماضية بمقتل عشرات المدنيين السوريين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون غدا الموافق للثامن من شهر ذي الحجة أول مناسك الحج بالصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية. وأعلنت الجوازات السعودية أنها أنهت حتى فجر اليوم إجراءات قدوم أكثر من 1,388,000 حاج عبر المنافذ الدولية كافة، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي ملاحظة. كما أكدت السلطات السعودية تكامل الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة. ينضم إلينا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية مستشار وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة حاتم حسن قاضي. أولا سيد حاتم، ما هي الترتيبات التي تجرى حاليا لتصعيد ضيوف الرحمن؟ في البداية يجب أن نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما من به علينا جميعا بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، والجميع الحقيقة سعيد أيما سعادة لاحتمال عقد أقول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة. جاءوا من أكثر من 11 منفذ جوي وبري وبحري، والآن بدأ دخول الحافلات التي تستعد
لنقل الحجيج من أكثر من 5000 مسكن مصرح في مكة المكرمة للدخول إلى مشعر منى عبر خطة مرورية جرى الاتفاق عليها مع الإدارة العامة للمرور المملكة العربية السعودية بتنسيق مسبق بأن يكون دخول أكثر من 20,000 حافلة من مقرها في منطقة الشماسي إلى مكة المكرمة على دفعات حتى لا تحدث ربكة مرورية. وبالتالي يتم الآن دخول عدد دخل الآن إلى مكة المكرمة عدد كبير من هذه الحافلات. العملية تتم بانسيابية تامة رغم وجود يعني حركة مرورية كبيرة، لكن الحمد لله يعني عملية نزول الحجاج من أكثر من 5000 مسكن تتم بانسيابية وبترتيب مسبق حتى تكون مع ثلاثة تامة، فينتقلون الآن إلى صعيد منى. بعضهم يبيت في منى وبعضهم يدرك الفجر إن شاء الله. نعم. في منى. نعم. سيد حاتم، بالحديث عن الترتيبات، بالحديث عن الترتيبات، المملكة دائما تسعى لتطوير ورفع مستوى خدماتها، هل هناك مشاريع جديدة سيتم افتتاحها أو توسعات أو استعدادات خاصة لهذا العام؟ والله ما يخلو عام من الأعوام إلا والمشاعر المقدسة عبارة عن ورشة عمل مستمر العمل فيها لتطوير البنية التحتية والارتقاء المستمر بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ومن ذلك قطار المشاعر. كان النقل بالمشاعر المقدسة يتم بالطريقة التقليدية عبر الحافلات، أصبح الآن بالحافلات الترددية وبقطار المشاعر الذي ينقل نحو 400,000 حاج من منى إلى عرفات وكذلك من عرفات إلى مزدلفة. نعم. ثم منى، ودخول قطار المشاعر قد رفع من كفاءة النقل في منطقة المشاعر المقدسة، وهو إن شاء الله مخطط له أن يستمر للتواصل مع مدينة مكة المكرمة، وبالتالي سيكون هناك مزيد من السلاسة والمرورة. نعم. وأيضا من تخفيف العادم دخول القطار المشاعر المقدسة يخفف من عوادم الباصات التي تدخل، كانت لها أعداد كثيفة جدا إلى منطقة المشاعر المقدسة. نعم. من المملكة العربية السعودية مستشار وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة السيد حاتم حسن قاضي، شكرا لك. وفي الكويت جهزت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 78 مصلى في المحافظات الست لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد في الوزارة وليد الشعيب إن إدارات المساجد في المحافظات حددت مواقع المصليات في المناطق التابعة لها وعدت خطة متكاملة وشاملة لأداء الصلاة بكل يسر، وذلك بعد تزويد المصليات بجميع احتياجاتها من ناحية القوى البشرية للتنظيم والاستقبال المصلين، فضلا عن التجهيزات المادية اللازمة. تنفيذ الربط الإلكتروني للأنظمة الجمركية بين الكويت والسعودية في المنافذ الحدودية للسيارات الخاصة والنقل والشاحنات دخل حيز التطبيق العملي مع تدشين المشروع الذي يعد أحد ثمرات التعاون الخليجي المشترك. وأوضح وزير المالية أنس الصالح أن المشروع يعتبر أولى مراحل تطوير الإدارة العامة للجمارك وخطوة تمهيدية على طريق تفعيل الاتحاد الخليجي الجمركي المشترك. الآن نحن في بداية تطوير الإدارة العامة للجمارك والنهضة حتى ننهض فيها وأن تكون إدارة فعالة تعمل وفق نظام مؤسسي متكامل بالتنسيق مع أشقائنا في دول مجلس التعاون حتى فعلا نفعل الاتحاد الجمركي الخليجي. مشروع اليوم هو مشروع يعني أحد المشاريع التطويرية التي حدثت خلال الست شهور الماضية. تؤكد الإدارة العامة للجمارك حرصها الشديد على إنجاح استراتيجيتها وأن تصبح نموذج يحتذى به للحداثة والتطوير، وأن تمضي قدما بدعم متواصل من حكومتنا الرشيدة ومن سمو معالي وزير المالية وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص متمثل بشركة Global Clearing House System، وبثوابت أن يكون نهجها راسخا للعبور إلى المستقبل وتحقيق رغبة سمو الأمير البلاد حفظه الله. ومن أهم هذه الإنجازات لدار عمل الجمارك التي شملت كافة القطاعات الجمركية برا وبحرا وجوا على مستوى النظام الجمركي.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحالت مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية إلى النيابة لوجود شبهة تزوير لمجموعة أختام الوزارة والتوقيع لأربعة عقود استثمار. ومن جهة أخرى أصدرت الوزيرة هند الصبيح قرارا بتشكيل لجنة معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي تتولى عددا من المهام المعنية بالظاهرة. ونص القرار على تشكيل لجنة خاصة من مهامها مناقشة ودراسة موضوع التوظيف الوهمي، وذلك بتحديد حجم هذه الظاهرة وأماكن تمركزها والوقوف على أسبابها. قرار بشأن إعادة تشكيل لجنة تجهيز وتشغيل حاضنات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أصدره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري، حيث نص القرار على أن تتولى اللجنة التي سيترأسها المطيري المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز افتتاح حاضنات أعمال انحرافية تتبع الوزارة في مناطق متعددة من محافظات البلاد، والتنسيق مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمجمعات التجارية لتخصيص رفوف أو أماكن خاصة بأسعار رمزية لعرض منتجات منتسبي حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة. رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الشيخ نوال الحمود أكدت أهمية قيام المرأة بالفحص الدوري الخاص بسرطان الثدي وذلك للوقاية منه. جاء ذلك في كلمة لها في افتتاح حملة سرطان الثدي التابعة للحملة الوطنية التوعوية بمرض السرطان كان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض. ومن جانبه دعا نائب رئيس مجلس إدارة حملة كان خالد الصالح النساء إلى الفحص الدوري، موضحا أن نسبة الشفاء في المرحلة الأولى تزيد على 85%. وحطوا الجيران الحقيقة التوعية أمر ضروري ومهم جدا، لأن الأورام السرطانية لا يخفى على الناس أورام بالتوعية نستطيع أن ننقذ كثير من الناس، وربما التوعية لها تأثير أكثر حتى من العلاج. يعني إحنا لما نستطيع أن نوعي الناس بالمخاطر المواد المضرة التي تحيط بهم، نوعيهم كيفية معرفة أعراض السرطان الأولية، نوعيهم كيفية الكشف المبكر، الحقيقة ممكن ننقذ حوالي ثلث أمراض سرطانية من المعالجة، أو إذا عولجوا سوف تكون علاجهم يعني بسيط ونسبة شفائهم عالية. فسرطان الثدي من السرطانات الحقيقة التي تواجه تحدي. التحدي الأول أنه السرطان الأول عند النساء، يشكل حوالي ثلث السرطانات النسائية، هذا أول تحدي. التحدي الثاني أنه مرض قابل للشفاء في المرحلة الأولى. نحن دائما حريصين أن يعني ننصح كل سيدة أنها دائما تروح تراجع، يعني تقريبا تسوي بينها وبين نفسها كل سنة موعد لمراجعة الفحوصات اللي تخصها بالنسبة للأمراض الخبيثة، والوقاية خير من العلاج. يعني هندي كسر مختلف قواعد صالونات الحلاقة والتجميل عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بقص شعره مستخدما المرآة ودون الاستعانة بمساعدة أحد، لنتابع ذلك معا. مسح للقوى العاملة، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أنهت تداولاتها اليوم على ارتفاع في مؤشراتها الثلاث بواقع 12 نقطة و17 نقطة للمؤشر السعري ونقطتين ونصف للوزني وسبع نقاط ونصف النقطة لمؤشر كويت 15. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 27 مليون و100 ألف دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 204 ملايين سهم.
المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل قالت إن الإدارة ستبدأ مرحلة إجراء التنفيذ الميداني لمسح القوى العاملة بدءا من 12 من أكتوبر الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأوضحت العقيل أن المسح يستهدف التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للقوى العاملة في البلاد من كويتيين وغير كويتيين من خلال تحديد خصائص العاملين والمتعطلين، كما يهدف المسح أيضا إلى التعرف على حجم العمالة وتوزيعها حسب النوع والفئة العمرية والحالة التعليمية والحالة العملية. الذهب على صدور الأبطال، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من الصفحة الرياضية. محملين بالذهب والفضة والبرونز وهي حصيلة مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية 17، عاد وفد الرماية إلى البلاد، وكان في استقبالهم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح استقبال أبطال الرماية في تقرير لأحمد العنتي. كما كان استقبال بطل آسيا للسكواش عبدالله المزين مميزا، أيضا لم يكن استقبال أبطال الرماية أقل من ذلك، فحظي الرماة باستقبال رسمي وشعبي لدى وصولهم إلى أرض الوطن رغم أن الوقت كان مبكرا. نبارك لرياضة الرماية إنجازاتها الطيبة في هذا المحفل الآسيوي المهم، ونبارك أيضا لبعثة الكويت المشاركة على تحقيقها 8 ميداليات ملونة لتثبت لهذا المحفل الآسيوي اهتمام الدولة ودعمها للشباب والرياضة. 6 ميداليات متنوعة المعدن أجناها أبطال الرماية في الدورة الآسيوية رغم قوة المنافسة واختلاف الميادين، إلا أن الثقة كبيرة في أبطال لهم صولات وجولات في البطولات القارية كاسرين القاعدة بأن الوصول إلى القمة سهل ولكن المحافظة عليه صعب. هي العام الشباب الرياضة قامت في دورها في خلينا نقول الإعداد، احنا مو بس إعداد حق البطولة، إعداد على مدى يعني العام الصراحة لهؤلاء الأبطال، وتكلل كل هذه الأمور في ما نراه اليوم من نتائج. الرماية الكويتية كانت تستعد لهذه المسابقات، وكنا يعني نتأمل نحقق نفس الإنجاز اللي حققناه في غوانزو في الدورة السابقة. لله الحمد كان عدد الميداليات عدد طيب، وإنجازات الرماة في هذه الدورة إنجازات طيبة. الطرقي الفائز بذهبية السكيت وفضية الفرق أكد أن توجيهات أمير البلاد أثناء استقبال الرياضيين الفائزين بميداليات ذهبية في كوانزو 2010 بضرورة المحافظة على الإنجازات المحققة كانت أكبر دافع له للمحافظة على المركز الأول. الحمد لله أن ثبتنا الفضية بالفريق، وقلت على الأقل أني أخذ وصية سمو الأمير على أن أحافظ على اللقب مرة ثانية، والحمد لله أنا حافظت على اللقب مرة ثانية، وهذا الفوز أهديه لحضرة صاحب السمو وأمير البلاد شيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين وإلى جميع محبين الرماية. أدائي كان جدا عالي جدا، وصلت إلى أني تفوقت في لعبة التراب إلى يعني رقم 1 بعيدين، حتى ما فيها يمي ولا واحد لا في لا على الأرقام، يعني تقريبا 4 أرقام تحتي، وفي الدبل التراب نفس الشيء كنت بعيد عنهم، والمستوى كان واضح جدا لجميع العالم، لكن المكتوب من الله سبحانه وتعالى أنا قابل فيه واللهم لا اعتراض. الرماية ستكون على موعدنا العام المقبل بالمشاركات الدولية العديدة والمؤهلة إلى مقاعد تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة عام 2016. كما هي عادة أبطال الكويت للرماية، فما من بطولة يشاركون بها إلا وتكون المنصات مكانهم والميداليات الذهبية تزين صدورهم. أحمد العنزي، الرأي. اعتلى فريق السالمية صدارة دوري فيفا لكرة القدم مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة بفوزه الصعب على فريق التضامن بهدفين لهدف واحد، وذلك في انطلاقة الجولة 6 من البطولة. تقدم السماوي بالهدف الأول عن طريق المحترف جمعة سعيد في بداية الشوط الثاني، وضاعف النتيجة المهاجم فيصل العنزي، وقبل نهاية المباراة قلص الفارق لأصحاب الأرض المحترف إلياس. وفي اللقاء الأخير حقق كاظمة فوزا ساحقا على الساحل قوامه 5 أهداف لهدف واحد.
والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الرأي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب ورأي تيوب. إلى اللقاء.